احنا جديده فيستيفال جوهره. احنا دابا الدوره الثالثه ديالنا في الحضور الثالث ديالنا في جديده. الحمد لله اليوم كان تجاوب كبير مع الجمهور، كانت طاقه ايجابيه كبيره، كانت نايضه كما تنقولوا احنا في مراكش. حنا فرحانين الحمد لله انه ديما غنكونوا في الله. السلام عليكم. الجديد ديال الفناير ان شاء الله قريب 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 في الاسواق. كما عودناكم دائما بالجديد وعودناكم دائما بلو ستيل ديال الفناير اللي هو تقليدي، موسيقى تقليديه مع موسيقى عصريه. تنوعدكم بواحد التم، هذا الموضوع جديد ان شاء الله اللي غادي يقيس المجتمع المغربي خاصه، وان شاء الله نتمنى انه يعجبكم. شكرا. تقليد الراب ديالها من الموسيقى هي اللي كتغير، لو ستيل هو اللي كيتغير، يعني كنعاصروا الموسيقى العصريه اللي كاينه دابا وتنعاصروا الموضه.